العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن. وفي جنوب لبنان العودة إلى مربع التوتر، حزب الله ينفي حدوث اشتباك حدودي، والجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تسلل لعناصر من الحزب. ليبيا البحث عن مخرج من المغرب، الرباط تستقبل خالد المشري وعقيلة صالح في لقاءين منفصلين مع المسؤولين المغاربة وسط محاولات للعودة إلى مسار اتفاق صخيرات. العراق ساحة التحرير تنتفض من جديد، مفوضية حقوق الإنسان العراقية تحمل القوات الأمنية مسؤولية سقوط ضحايا بين المتظاهرين والمعتصمين في بغداد. حياكم الله. أفاد حزب الله اللبناني بأنه لم يبادر بالاشتباك وإطلاق النار في منطقة مزارع شبع الحدودية، وبأن إطلاق النار كان من الجانب الإسرائيلي، حيث أكد الحزب أن كل ما يجري تداوله عن إحباط عملية تسلل من قبل إسرائيل غير صحيح. وشدد الحزب على أنه سيرد على مقتل أحد مقاتليه في سوريا، كما قال حزب الله في بيانه بأنه لن يسكت على الاستهداف الإسرائيلي لأحد المنازل في قرية الهبة. من جانب آخر قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أحبطت محاولة تسلل لمجموعة تنتمي إلى حزب الله اللبناني باتجاه أحد مواقعه عند الشريط الحدودي مع لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف المرتفعات الشرقية لبلدة كفر شوبة وفي محيط موقع رويسات العلم. وقد سبق للجيش الإسرائيلي أن أصدر تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان للبقاء في المنازل، كما قرر إغلاق مطار قريب على خلفية التوتر. بدوره طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزراء حكومته عدم التطرق لتفاصيل ما حدث على الحدود اللبنانية، مؤكدا أن الوضع قابل للتصعيد وما زال متوترا. كما حمل نتنياهو لبنان وحزب الله مسؤولية ما وصفه بأي اعتداء يستهدف الأراضي الإسرائيلية. وأضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي مستعد لجميع السيناريوهات، وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يتابع التطورات على الحدود الشمالية مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي. وفيما يشبه التناقض في الرواية الإسرائيلية، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن الجيش قتل ما بين 3 و4 عناصر من حزب الله حاولوا التسلل داخل منطقة فك الاشتباك أو ما يعرف بالخط الأزرق. وأكد بيان عسكري للجيش الإسرائيلي أن الحدث لا يزال قائما، وبحسب أفيف كوخافي رئيس الأركان في القيادة الشمالية العسكرية فإن ثمة أياما معقدة ومتوترة أمام الإسرائيليين. تنضم إلينا الآن شبكة مراسلينا، وأبدأ مع جويس الحاج خوري من الحدود اللبنانية في الجنوب. جويس، هل ما زال الطيران الإسرائيلي يحلق فوق الأجواء في الجنوب؟ بطبيعة الحال ريما، هو في الأيام التي سبقت ما قال إنه عملية كان يحلق بشكل مكثف، وكذلك قبل إعلان ما أعلنه الجانب الإسرائيلي كانت طائرات الاستطلاع تحلق في عدد من قرى الجنوب على علو منخفض، تزامنا أيضا مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي. كما بات معلوما، هذه العملية التي تحدث عنها الجانب الإسرائيلي والتي قال إنها تمت في تلال كفر شوبة التي تتصاعد منها ألسنة النيران في هذه الأثناء جراء القصف المدفعي الإسرائيلي في هذا التلال، نفاه حزب الله في البيان
الذي أصدره، ولكن اللافت في بيان حزب الله أنه لم ينفي وجود مقاتلين له على الحدود. هو قال أن إطلاق النيران حصل من طرف واحد، لكنه لم يقل أنه لم يكن يحضر لعملية، لم يكن أن مقاتليه غير متواجدين على هذه الحدود. وبالتالي هو قال أن الرد سيأتي، وهذه المرة الرد سيكون ليس فقط على مقتل علي محسن، وإنما أيضا على استهداف منازل للمدنيين في منطقة الهبارية. هنا أشير إلى أن القذيفة التي سقطت في أحد المنازل في الهبارية لم تنفجر، وبالتالي تم إخلاء المنزل والمنازل المحيطة به من قبل فوج الهندسة في الجيش اللبناني لإزالة هذه القذيفة. هنا الجبهة إذا جاز التعبير باتت هادئة، فقط يمكن رصد ألسنة النيران جراء القذائف التي أطلقت لتطويق هذه المنطقة من قبل الجانب الإسرائيلي، منعا لأي تسلل يمكن لعناصر حزب الله أن تقوم به بعدما قيل أنه عملية. ولكن كما ذكر، طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية تستمر بالتحليق في هذه المنطقة منذ ما قبل هذه العملية. لنرى الوضع على الجانب الآخر جويس، مع أمير الخطيب الذي أيضا ينضم إلينا مباشرة من شمال فلسطين، من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. أهلا بك أمير، كيف يبدو الوضع حيث تتواجد في هذه اللحظات؟ نعم وسام، جميع الشوارع والطرق الرئيسة هنا في المناطق الشمالية مفتوحة كما ترى، لكن هناك تواجد لحواجز تقيمها، حواجز مشتركة تقيمها الشرطة الإسرائيلية وأيضا فيها بعض الجنود الإسرائيليين. يعني تستطيع أن ترى من خلفي هنا هذا الحاجز الذي يقع عند نهاية كريات شمونة، وهي هو تجمع سكن إسرائيلي. عند هذه الحاجز يتم، أو الحواجز عموما، يتم التدقيق في هويات جميع الإسرائيليين الذين يتجهون إلى أقصى الشمال في الطريق من مركز إسرائيل وحتى هذه المناطق الشمالية. شاهدنا على الطريق العديد من الشاحنات التابعة للجيش الإسرائيلي تنقل مركبات عسكرية إلى المناطق الشمالية، وهذا يدل على تعزيز ودفع بالتعزيزات نحو المناطق الشمالية. حتى هذه اللحظة هدوء يعم هذه المناطق الحدودية إن صح التعبير. ليس هناك من تحركات غريبة، لكن بالنسبة للجيش الإسرائيلي وبحسب بياناته الواضحة جدا إنه يتوقع أن تكون عمليات في الساعات أو في الأيام المقبلة. الوضع ما زال متوترا، وهذا أيضا ما يتوافق مع تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي منع وزراءه من التصريح والإدلاء بإفادات حول ما يحصل في الشمال، كون العملية نعم لم أمير. تنتهي حتى هذه اللحظة وسام. نعم أميرة، أنتقل إلى بيروت مع محمد شبارو. محمد، أمامي الآن بيان حزب الله حول ما جرى عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ينفي أي عملية أو أي اشتباك مع الجيش الإسرائيلي. نعم فعليا كما بات معلوما نفى حزب الله وجود أي اشتباك أو حصول أي اشتباك من طرفه على الأقل مع الجانب الإسرائيلي. هذه الرواية يمكن القول على صعيد بيروت، أو القرار هنا في العاصمة بيروت ترك ارتياحا في الأوساط السياسية وخصوصا في أوساط الحكومة. ننتظر بعد قليل ربما هذه الليلة أو صباحا صدور بيان عن قيادة الجيش. هذا البيان سيلخص ما حصل في جنوب لبنان. طبعا لن يتبنى رواية حزب الله بالطريقة السياسية التي عرضت في بيان الحزب، ولكنه في المقابل سيفند عسكريا ولوجستيا ما حصل في جنوب لبنان. هذا البيان تنتظره الحكومة اللبنانية لتبني على شيء مقتضى. ما حصل في الجنوب اللبناني بالنسبة للحكومة اللبنانية سيكون، أو تعريفه سيكون، اعتداء على السيادة اللبنانية، بما أن أي عمل عدائي لم ينطلق من الأراضي اللبنانية. سيحضر هذا الملف على جدول أعمال مجلس
المجلس الأعلى للدفاع الذي يعقد صباح يوم غد، وأيضا على طاولة مجلس الوزراء بانتظار الخطوات التي ستتخذها الحكومة. هذا الرواية التي قدمها حزب الله يضع ما حصل في جنوب لبنان في إطار خرق القرار رقم 1701 الذي أقر في العام 2006 بعد حرب تموز، وأيضا للمعاهدات أو القرارات الدولية ذات الصلة، وبالتالي ستبني الحكومة موقفها على ذلك، وقد تلجأ بطبيعة الحال إلى تقديم شكوى للأمم المتحدة وأيضا لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان. ذكرت نقطة مهمة تتعلق بالبيان الصادر عن حزب الله بانتظار تفنيد هذا البيان عسكريا ولوجستيا، ما المقصود بذلك؟ يعني نحن ننتظر إيضاحات أكثر حول ما جرى، وبالتالي لا يمكن الاعتماد فقط على ما جاء في البيان حتى الآن. كلا ريما، بيان الحزب كان بيان بصبغة سياسية، هو نفى حصول أي اشتباك من طرفه مع الجانب الإسرائيلي، ولكن باقي البيان كان بيانا سياسيا بالمضمون. البيان المنتظر من الجيش اللبناني سيحدد أولا نطاق الأراضي التي تم قصفها إسرائيليا، الأضرار التي حصلت إن كان في المنازل أو في الغابات المجاورة، إضافة إلى عدد القذائف التي أطلقت على الداخل اللبناني. كما بطبيعة الحال سيشير البيان إلى أنه لم يصدر أي عدوان من الأراضي اللبنانية. تاليا هذا البيان الذي تنتظره الحكومة اللبنانية، لأنها بطبيعة الحال لا يمكن أن تخاطب المجتمع الدولي ببيان غير رسمي صادر عن حزب سياسي في الداخل اللبناني، تنتظر هذا البيان لتقديم مقاربتها السياسية أو طريقة تعاملها مع هذا الملف دبلوماسيا في الأيام المقبلة. نعم محمد، ننتقل إلى القدس مع مراسلنا أحمد جرادات لنستوضح التصريحات الأخيرة والمتوقع من هذا الاجتماع لبنيامين نتنياهو. هناك توقعات بأن يكون هناك مؤتمر صحفي أيضا لنتنياهو وبني جانس بخصوص ما حدث اليوم، هل رشح أي شيء، خاصة وأن هناك من يتحدث عن تناقض في التصريحات الإسرائيلية، وهو ما دفع بنتنياهو إلى رفض الإدلاء بأي تصريح من قبل الوزراء؟ نعم، يعني بعد قليل هناك مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا وزير الأمن الإسرائيلي بني جانتس بعد انتهاء مؤتمر وانتهاء عفوا اجتماع التشاوري بينهما في مقر وزارة الأمن في تل أبيب. حتى الآن ربما من المتوقع من هذا المؤتمر أن نستوضح أكثر ما هي وجهة الرد الإسرائيلي بعد ما حدث اليوم على الحدود مع لبنان، أيضا أن نستوضح من أو يتحدث أو يتطرق المسؤولين الإسرائيليين إلى نفي حزب الله. حتى الآن لا تأكيدات إسرائيلية ولا رد إسرائيلي على نفي حزب الله عن هذه العملية، ولكن وحتى الجيش الإسرائيلي لم يرد بأي شيء، ولكن سرب الجيش الإسرائيلي لأحد الصحفيين الإسرائيليين عن أن الجيش الإسرائيلي قام بتصوير فعليا هذه الحادثة بتقنية الفيديو، وربما ينشر الجيش الإسرائيلي فيديو للحادثة التي جرت على الحدود الشمالية مع لبنان. الآن في إسرائيل هناك حالة من الترقب، وهناك أيضا خيارين، إما خيار التصعيد أو خيار الهدوء، وكما جرى في قبل عام من الآن في آب أغسطس الماضي بعد عملية التصعيد التي جرت على الحدود الشمالية عقب عملية إسرائيلية بطائرة مسيرة فوق الضاحية الجنوبية. متوقع أن يستمر الهدوء إن قوبل بهدوء من حزب الله، أو إن لم يكن هناك أي رد أو عملية أخرى من حزب الله. وأيضا هناك من يرجح بأن هناك إمكانية واحتمالية لتصعيد، حيث هناك تسريبات تتحدث عن أن تقديرات لدى جهات إسرائيلية سياسية أنه هذا هو الوقت المناسب لمواجهة حزب الله. حزب الله الذي يمتلك أكثر من 150 ألف قذيفة صاروخية عفوا بحسب مصادر إسرائيلية موجهة إلى إسرائيل، حان الآن الوقت المناسب لمواجهة حزب الله لعدة أسباب، منها وجود ترامب في الحكم، الأزمة الاقتصادية التي تمر في لبنان، الأزمة الاقتصادية أيضا داخل حزب الله، وإضافة إلى انشغال العالم بفيروس كورونا. هذا التيار الذي يرجح أكثر التصعيد خلال الفترة المقبلة، ولكن هناك تيار أيضا عقلاني يعتمد على إمكانية احتواء الموقف إن لم يكن هناك تصعيد ميداني، لا سيما بأنه
وما جرى على الحدود الشمالية بحسب بيان الجيش الإسرائيلي لم ينجم عن أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي حتى الآن. نعم. وهذا ما يمكن أن يكون خطوة أمام التهدئة أكثر للتصعيد. نعم أحمد، أعود إلى جويس. جويس أمير ذكر أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية نحو الحدود الشمالية، ألا يتم رصد أي تحركات إسرائيلية غير اعتيادية عند الحدود؟ في المنطقة التي نغطيها هنا لا يمكن رصد أي تحركات، وإنما في المناطق المتواجدة مثلا في كفر كلا وفي العديسة وفي منطقة الخيام عادة يكون هناك تحركات للدوريات الإسرائيلية في المنطقة المتاخمة لهذا القرى الجنوبية والتي يمكن يعني رؤية هذه الدوريات. ولكن منذ إعلان حزب الله عن الرد على هذه الغارة الأسبوع الماضي، وحتى عندما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إرسال تعزيزات إلى الجانب الشمالي من إسرائيل، لم نتمكن من رصد أي تحركات. بالعكس، التحركات الاعتيادية تم الانكفاء عن القيام بها. المزارعون لم يعودوا يخرجوا إلى الحقول من جانب مستعمرة المطلة ومستعمرة مسكف عام، وبالتالي الإجراءات التي يتخذها من ناحية التعزيزات تترافق أيضا مع انكفاء داخل المراكز العسكرية للجانب الإسرائيلي، تزامنا كما ذكرت في السابق هناك تعزيز للتواجد العسكري للجيش اللبناني ولدوريات قوات الطوارئ الدولية. وكما ذكرت في رسالة سابقة كان لافت اليوم وجود دوريات تسمى مراقبون لقوات الطوارئ الدولية والتي عادة لا تخرج إلا في حالات استثنائية. تمكنا من رصد العديد من هذه الدوريات اليوم على طول المنطقة المتاخمة لمستعمرة المطلة. نعم. طالما ذكرت جويس دور قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل، أسألك عن هل ستأخذ هذه القوات دورا أكبر في الأيام المقبلة، خاصة وأن الأمريكيين كانوا يضغطون في هذا الاتجاه؟ يؤكد قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب على لسان الناطق باسم اليونيفيل بأن القوات الدولية ملتزمة بما ينص عليه القرار 1701 والذي يحدد عملها، وبالتالي لا يمكن لقوات الطوارئ تجاوز أي خطوة غير مكتوبة أو منصوص عنها في القرار الدولي. وبالتالي اليوم ما تقوم به قوات الطوارئ هو التنسيق المباشر إما مع الجيش اللبناني وإما مع السلطات الرسمية اللبنانية. ولكن في الأيام الماضية لاحظنا أن دوريات قوات الطوارئ كانت دائما تترافق مع دوريات للجيش اللبناني. عادة يمكن للعمل الميداني لقوات الطوارئ أن يكون إما فرديا من خلال دوريات خاصة بقوات الطوارئ وإما بدوريات يعني ثنائية مع الجيش اللبناني. في الأيام الماضية كانت تترافق دائما هذه الدوريات مع دوريات الجيش اللبناني. حتى في تغطياتنا الميدانية ريما هذه المرة كان الجيش اللبناني يصر على تواجد عناصر يعني لا أريد أن أقول لحمايتنا وإنما لمؤازرة الفرق الإعلامية المتواجدة هنا منعا لأي مضايقات يمكن أن تحصل ميدانيا. هذا الأمر لم نكن نشهده في الأيام والتغطيات السابقة. تساهل قيادة الجيش أيضا اليوم مع تعامل الصحفيين في هذه المنطقة ملفت. ولكن أكرر أن الدوريات التي تقوم بها القوات الدولية محصورة حصرا بما ينص عليه القرار 1701، وهذا كما تعلمين يحتاج إلى تعديل في مجلس الأمن وهو ما يبدو مستحيلا يعني في هذه الأجواء. شكرا لك جويس الحاج خوري، كما أشكر أمير الخطيب محمد شبارو وأحمد جردت. من جانبها أدانت حركة حماس في بيان لها الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية واللبنانية، وأكدت الحركة دعمها الكامل لحق لبنان وسوريا والمقاومة في التصدي لهذه الاعتداءات والرد عليها. وأضافت أن المقاومة حق مشروع حتى إنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين وكل الأراضي العربية المحتلة. وكانت العملية في جنوب لبنان قد بدأت صباح اليوم بقصف مكثف للمدفعية الإسرائيلية لمناطق في الجنوب اللبناني. التفاصيل في هذا التقرير.
هدوء غادر ذلك الذي يلف هذه التلال الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة. ينكسر بين الفينة والأخرى حبل السلام القصير هنا، فتتساقط القذائف الإسرائيلية ردا على عملية عسكرية تحمل بصمات حزب الله اللبناني. تم فيها استهداف آلية إسرائيلية بصواريخ موجهة يرجح أنها من طراز كورنيت في منطقة جبل روس قرب مزارع شبع المحتلة. الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط ما سماها عملية تخريبية على الحدود اللبنانية، ويؤكد أن جنوده خرجوا سالمين هذه المرة من هذه المواجهة، لعلها إشارات على نهاية سريعة لعملية خاطفة كان يمكن أن تنزلق بالمنطقة نحو مواجهة شاملة. الكل هنا يشحذ سلاحه، فالمعارك تندلع في كل الأوقات ودون إنذارات مسبقة. وحدهم رجال قوة اليونيفيل والمدنيون اللبنانيون من تأخذهم هذه العمليات على حين غرة. تصمت المدافع إذانا بانتهاء جولة قصيرة في مواجهة طويلة ومعقدة. لبنان الرسمي يبدو أكبر الغائبين عن المواجهة الحالية التي طالما اعتبرت الحكومات اللبنانية ضيفا فيها وتفضل دائما الاحتفاظ بحق الرد، لكنها دائما لا ترد. إلى تطورات الملف الليبي، حيث قال رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح خلال زيارة يجريها إلى المغرب إن الرباط تبذل قصارى جهدها لدعم حل سياسي في ليبيا. وأضاف صالح في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي أنه جاء لطلب المساعدة من المسؤولين المغاربة لإيجاد حل للأزمة في ليبيا. وتزامنا مع وصول صالح، وصل أيضا إلى الرباط على رأس وفد رسمي خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا. من جانبه قال رئيس مجلس النواب المغربي إن بلاده تسعى لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف في ليبيا، يشار إلى أن المغرب احتضن المفاوضات الليبية التي أفضت إلى اتفاق صخيرات الذي تم توقيعه عام 2015 في مدينة صخيرات. حركة دبلوماسية حثيثة تشهدها العاصمة المغربية تجمع ممثلين عن أقطاب الصراع القائم في ليبيا بعد أن اختلط مسرح العمليات العسكرية وازدحم بالفاعلين المحليين والإقليميين. عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق يزور الرباط طارحا ما سماه مبادرة للحل السياسي تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة. لكن هذه المبادرة يعتريها الكثير من الشكوك بالنظر إلى الإشارات التي أطلقها صالح والتي تضرب بمرجعية اتفاق صخيرات الموقع بين الفرقاء في المغرب عام 2015. كما شكل رفض عقيلة صالح لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري تساؤلا مضافا حول حقيقة النوايا التي تنطوي عليها هذه المبادرة. نبحث الآن. المشري شدد بدوره من الرباط على ضرورة الالتزام بصخيرات وأن أي تعديل فيه لا يجب أن يمس جوهر الاتفاق، مبديا انفتاحه على المبادرات التي لا تتعارض معه. يكتسب المغرب في هذا التوقيت أهمية خاصة لما له من دور في الوساطات السابقة والتي أسفرت عن اتفاق صخيرات وتشكيل حكومة الوفاق الليبية مع عدم انخراطها في الصراع الدموي هناك، ما يؤهلها لتشكل ضامنا معترفا به من أقطاب الصراع لتنفيذ الاتفاق والعودة إلى طاولة الحوار. ينضم إلينا من الرباط السيد رشيد الأزرق الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بك سيد رشيد. بعد سنوات من الاقتتال من المعارك يعود الليبيون إلى الرباط، لماذا برأيك؟ بداية فإن لعب المغرب لعب دور مهم في الصراع الليبي من حيث المقاربة السياسية والدبلوماسية. المغرب، لماذا المغرب؟ للمغرب معلوم أن المغرب له مسافة واحدة من أقطاب الصراع الإقليمي في ليبيا وفي المحيط الدولي اليوم أكثر نضجا لتسوية الموضوع الليبي. لماذا المغرب؟ لأن المغرب هو يمتاز، إذا كان الحل بالمغرب فهو حل إفريقي عربي وللمغرب مصلحة في
المغرب الكبير. والمغرب لماذا العودة للمغرب؟ لأن المغرب لعب دور كبير في اتفاقية الصحيرات والتي أفشلت بحكم غياب الجدية وبحكم هناك أقطاب إقليمية عارضت أقطاب الصحيرات. وإلا فإننا كنا سنرى اليوم بأن المشكل الليبي انطلقنا إلى إعادة الإعمار. طيب برأيك تقريب وجهات النظر. نعم برأيك هل ستنجح الرباط هذه المرة بالتوصل إلى اتفاق ربما يكون على غرار اتفاق صخيرات أم لا؟ المغرب لم ييأس، ورغم تعرقل اتفاقية الصخيرات فبقي المغرب رابطا العلاقات بمختلف أطراف النزاع هناك في ليبيا. والمغرب لم ييأس في حل المشكل الليبي، لأن المشكل الليبي يعني المغرب مباشرة، سواء في انخراط المغرب في إفريقيا، سواء انخراط المغرب في العمق الإفريقي، سواء في تكتل المغرب الكبير، سواء في مقاربة المغرب نحو إفريقيا بالتعاون جنوب جنوب. وبالتالي إن المشكل الليبي ظل دائما حاضرا في الأجندة الدبلوماسية المغربية. نعم سألتك ذلك سيد رشيد لأن الأخبار التي وردت بأن سيد عقيلة صالح ذهب إلى الرباط ومعه ورقة أو مسودة اتفاق إن صح التعبير للحل، كيف يمكن أن تنجح هذه المساعي إذا ما رفضت حكومة الوفاق هذه المسودة التي جاء بها صالح إلى الرباط؟ بداية فإن الحلول في مثل هذه الصراعات تكون بعيدا عن الكاميرات، ومن الأكيد فإن قدوم إلى الرباط فهناك مفاوضات بين الطرفين، وبأن الدبلوماسية المغربية تلعب دورها في هذا الاتجاه. وعلى العموم فإن مساعي المغرب لحل هذا النزاع قطعت أصواتا كبيرة، والمغرب يعرف ما يجري في ليبيا وله علاقات ودية تمكنه من لعب المساعي الحميدة بين مختلف أطراف الصراع داخل ليبيا. شكرا جزيلا لك السيد رشيد الأزرق الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من الرباط. في سياق متصل بالشأن الليبي، قال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو إن التدخل التركي في ليبيا جاء تلبية لطلب من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وذكر أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإسبانية ماريا غونزاليف لايا أن عملية إيرني الأوروبية بخصوص حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لا تعمل بشكل محايد ولا تقوم بتفتيش شحنات السلاح القادمة إلى حفتر من مصر والإمارات وسوريا، متهما إياها بعدم الحيادية والعمل ضد حكومة الوفاق على حد تعبيره. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان إن مصر تسعى إلى تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا وليس إلى التصعيد، مؤكدا أن القاهرة والرياض تعملان على تنسيق المواقف على المستوى الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة. الموقف المصري هو موقف ساعي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا في إطار وقف إطلاق النار، وهو أمر تحقق بحكم الموقف الواضح والجلي الذي عبر عنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 20 يونيو، والهدف ليس إلى التصعيد وإنما إلى استقرار الوضع على الساحة الليبية من الناحية العسكرية وجعل هناك مجال لانخراط كافة مكونات الشعب الليبي في العملية السياسية. من جهته أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان دعم بلاده للموقف المصري في ليبيا وقضايا المنطقة كافة، معربا عن أمله في التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا وتفعيل الحل السياسي. أكدت لمعالي الوزير دعم المملكة الكامل للموقف المصري ودعمها لإعلان القاهرة وموقف المملكة الثابت من أهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السياسية السلمية ووقف إطلاق النار واحترام مقومات الأمن الوطني المصري أيضا، يعني أهمية إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية شتى كانت أشكالها. ينضم إلينا من طرابلس مراسلنا عبد الناصر خالد. عبد الناصر، ماذا ينتظر الليبيون من زيارة خالد المشري وعقيلة صالح إلى الرباط؟ نعم
الليبيين ينتظرون الكثير حقيقة، خاصة عودة المغرب من جديد إلى واجهة الوسطات الإقليمية لحل الأزمة الليبية. وجود عقيلة صالح وخالد المشري مجددا في المغرب هي ربما يعني بادرة أمل أو بارقة أمل لإعادة المفاوضات من جديد والتوصل إلى التعديل على الأقل، هنا ما تتحدث عنه الأوساط السياسية، تعديل على اتفاق الصخيرات، هذا الاتفاق الذي وقع في العام 2015 وأنتج هذه المكونات السياسية المتمثلة في المجلس الرئاسي والتمديد لمجلس النواب وأيضا استحداث جهة استشارية المتمثلة في المجلس الأعلى للدولة. الليبيون يأملون في أن يتوصل الأطراف إلى على الأقل تعديل إن لم يكن اتفاق جديد، لكن هذا ما تسعى إليه المغرب وهو تعديل بعض بنود هذا الاتفاق من خلال. نعم نسمعك عبد الناصر، تفضل. طيب، من خلال استحداث على الأقل يعني صياغة تفاهمية جديدة لاتفاق الصخيرات على بعض الملفات العالقة بين الطرفين. إلى حد الآن يعني هناك بعض الأخبار والتسريبات تتحدث أن خالد المشري لا يريد حقيقة اللقاء بعقيلة صالح، وأنه قال أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من مجلس رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، وبأنه لا ينوي لقاء عقيلة. هناك معلومات غير واضحة حول هذه الزيارة، هل عقيلة صالح هو من يحمل ورقة الحل أم أن الرباط هي من قدمت المبادرة المغربية أو المبادرة البرلمانية كما توصف اليوم؟ هو بحقيقة الوضع أن عقيلة صالح يحمل مبادرة هي تلقى قبولا من بعض الأطراف السياسية في ليبيا وأيضا بعض الدول الإقليمية وأيضا العالمية، لكن المغرب تحاول أن تجدد على الأقل اتفاق صخيرات من جديد ببعض البنود الجديدة إذا ما صح التعبير، بسياق كما قلت تفاهمية على بعض الملفات العالقة بين الطرفين، وبالتالي استخراج بعض النتائج الجيدة التي قد ترضي الطرفين. لكن فيما يتعلق بمبادرة عقيلة صالح لا أعتقد بأنها ستلقى القبول عند الجانب المغربي، خاصة أن الطرف هنا في طرابلس يرفض هذه المبادرة التي تنص في أساسها على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين سواء بالتوافق أو التصويت، ويمثل الأقاليم الثلاثة في ليبيا أقليم برقة وأقليم طرابلس وأيضا أقليم فزان، أيضا إضافة إلى حكومة ستعمل هذه الحكومة على التجهيز لانتخابات برلمانية ورئاسية وأيضا اختيار خبراء كلجنة لإعادة صياغة الدستور الذي أنتجته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا في سنوات مضت. لكن لا أعتقد أن هذه المبادرة ستلقى القبول، وربما سننتظر نحن خلال الساعات القادمة المزيد من المعلومات حول اللقاء محتمل بين عقيلة صالح وخالد المشري. شكرا جزيلا لك من طرابلس عبد الناصر خالد. العرب اليوم مستمر معكم وفيه بعد الفاصل. منظمة الصحة العالمية تكشف عن تضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية. إلى الملف العراقي، حيث توفي متظاهران صباح اليوم متأثرين بجروحهما بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. هذا وحملت مفوضية حقوق الإنسان في العراق القوات الأمنية مسؤولية سقوط ضحايا بين صفوف المتظاهرين والمعتصمين. وفي هذا السياق قطع محتجون عددا من الطرق والجسور في عدد من المحافظات من بينها بغداد والنصرية والكوت وبعقوبة تلبية لدعوات للتظاهر مجددا. رشقات الرصاص هذه ليست على حدود العراق دفاعا عن أهله بل في وجوههم، وذنبهم أن حر الصيف وصل 50 درجة وتعجز الحكومة عن حل أزمة انقطاع الكهرباء المزمنة. القنابل المسيلة للدموع قتلت متظاهرين اثنين بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وسط بغداد. منظمات حقوقية والأمم المتحدة تجذب أعمال العنف داعية الحكومة إلى التحقيق ومحاسبة الجنات.
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يصف التطورات بالأحداث المؤسفة دون أي ذكر لوقوع ضحايا، ويعلن التوجيه بالتحقق من ملابساتها. التظاهرات الجديدة تعيد إحياء مشهد انتفاضة أكتوبر الماضي، وهي الأولى منذ تسلم حكومة مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة. أولى تعهداته كانت التحقيق في مقتل المتظاهرين وعنف القوات الأمنية خلال الاحتجاجات السابقة. تظاهرات تجددت رغم أن التوتر الإيراني الأمريكي على أرض العراق كاد يخمدها، وانقلب وفاق طهران وواشنطن نهبا للعراق، وحال العراق لم يتبدل. من بغداد ينضم إلينا مراسلنا ضياء الناصري. ضياء، القاظمي أسف لما جرى ووعد بفتح تحقيق لهذه المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة التحرير، هل أقنع هذا الخطاب المتظاهرين؟ بالتأكيد هذا الموضوع كان محرجا جدا لحكومة الكاظمي. الرسالة الأساسية بتشكيل هذه الحكومة جاء نتيجة استقالة الحكومة الماضية التي اتهمت بأنها قمعت المتظاهرين وسقط جراء أعمال العنف حوالي أكثر من 700 متظاهر، وأيضا بين القوات الأمنية عدد قليل، وحدث ما حدث منذ حوالي 8 أشهر. على أثر ذلك استقالت الحكومة وتم تشكيل حكومة جديدة. الادعاء الذي تتبناه حكومة الكاظمي بأنها جاءت من رحم هذه المظاهرات والاحتجاجات وأنها تمثل المحتجين والمواطنين. ما حدث ليلة البارحة أحرج الكاظمي بشكل كبير. اليوم منذ حوالي ساعة خرج بتصريح شخصيا عبر الشاشة ووعد المواطنين بإجراء تحقيق خلال 72 ساعة سوف يعاقب ويحاسب ويقف على أسباب ما حدث ليلة البارحة، ويؤكد على ثوابته بأنه سيحمي المتظاهرين. طبعا هناك الكثير من المتظاهرين خصوصا الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم تبنوا الدفاع عن الحكومة الكاظمي بأنها ممثلة عن المتظاهرين المحتجين، ولكن بعضهم أعلن استقالته ليلة البارحة، والبعض الآخر وجه أو صوب ريشة قلمه باتجاه حكومة الكاظمي، واعتبر ما حصل هو إخفاق جديد يلحق العار بالحكومة. وكيف للقاظمي أن يتجنب في هذه الحالة مصير أو سيناريو مشابه لعادل عبد المهدي؟ بالتأكيد هذا هو التحدي الجديد بالنسبة لحكومة الكاظمي. يجب أن يتخذ إجراءات رادعة، خصوصا أن هذه الليلة أيضا سمعنا عن استعدادات لمظاهرات جديدة. بعد ظهر اليوم اندلعت أيضا مظاهرات في مدينة النجف وحرق للإطارات في عدة شوارع وغلق هذه الإطارات. أنا هنا أبعد على مسافة قريبة من ساحة التحرير، أيضا أسمع بعض الأهازيج بين حين والآخر والتحضير لتحرك ما هذه الليلة. هذه كلها تحديات جديدة على الكاظمي أن يتعامل معها بالجدية وأن يتابع الموضوع وألا تعاد السيناريوهات السابقة. طبعا بالتأكيد هو يدرك حجم هذا التحدي، وبالنتيجة من المتوقع أن يتعامل معه بشكل أكثر حزما مقارنة بما حصل ليلة البارحة. شكرا جزيلا لك من بغداد يا الناصري. نبقى في العراق، حيث أعلنت قيادة العمليات المشتركة انطلاق عملية جديدة من المرحلة الرابعة من عمليات أبطال العراق، والتي تهدف إلى تعقب الخلايا النائمة لما يعرف بتنظيم الدولة في محافظة ديالى وتعزيز الأمن لعودة العائلات النازحة. تشق عربات الهمفي العسكرية الأمريكية التابعة للقوات العراقية هذه الطرق الزراعية. البحث مستمر عن أوكار أو مضافات لخلايا عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. عملية أبطال العراق العسكرية التي أطلقتها الحكومة العراقية في مرحلتها الرابعة تهدف لتمشيط نحو 17,000 كيلومتر مربع في المناطق الشاسعة الممتدة بين ثلاث محافظات عراقية، ديالى شرقا وصلاح الدين غربا، وصولا إلى أطراف كركوك شمالا. منطقة واحدة استغلها العدو لعدم وجود أي قوات أمنية، ولا يمكن أن تصل قوات أمنية إليها في تلك المرحلة حتى أثناء مراحل التحرير. لكن اللي صار أنه العدو قام يستغل هذه المنطقة ويقوم بسلسلة عمليات تأثر على كركوك وتأثر على صلاح الدين وعلى ديالى.
تقضي الخطط العسكرية للعملية التي انطلقت من ثلاث محاور قتالية بإشراك وحدات للجيش العراقي والشرطة الاتحادية وإسناد من فصائل تنتمي للحشد الشعبي بهدف تأمين حوض ديالة وقضاء خنقين والقرى المحاذية لها، تأمين يمهد لعودة النازحين إلى منازلهم. تأمل الحكومة العراقية إنهاء وجود عناصر التنظيم المتطرف في المحافظات الشمالية للبلاد، لكن الأخير يسعى لإعادة تنظيم هيكليته، وبحسب خبراء الأمن فإنه ما زال قادرا على تنفيذ هجمات ضد المدن العراقية القريبة من تواجد عناصره. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد. قال تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن جائحة فيروس كورونا التي أصابت أكثر من 16 مليون شخص على مستوى العالم هي أسوأ حالة طوارئ صحية عالمية واجهتها المنظمة. نحو 16 مليون حالة تم الإبلاغ عنها لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى أكثر من 640 ألف حالة وفاة. كما سجل تسارع كبير للوباء في الأسابيع الستة الماضية إلى درجة تضاعف العدد الإجمالي لحالات الإصابة في العالم. سجل عدد من البلدان العربية ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا، إذ أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية تسجيل 330 حالة، بينما أفاد المركز الليبي لمكافحة الأمراض رصد 122 إصابة. وتوفي في مصر 6 أطباء بالفيروس خلال 48 ساعة. يأتي هذا فيما بدأت بعض البلدان في العالم العربي والشرق الأوسط بفرض إجراءات مشددة. عودة إلى تجديد الإجراءات، عنوان الخطوات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا في عدد من بلدان العالم العربي والشرق الأوسط هذه الأيام. 29 ولاية من أصل 48 بالجزائر تمدد فيها إجراءات الحجر الصحي المنزلي. بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الجزائري أعلن تمديد الحجر من الساعة 8 مساء إلى 5 صباحا ل15 يوما. وفي البلد المجاور المغرب، وزارتا الداخلية والصحة تعلنان إغلاقا لثمان مدن بينها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. القرار يأتي على وقع عداد الإصابات الآخذ بالارتفاع. وإلى الشرق، اللجنة العليا للصحة في العراق تتبنى عددا من الإجراءات الجديدة، وأهمها إعلان حظر التجول خلال عطلة عيد الأضحى، وستبقى متواصلة 10 أيام. الأعداد المثيرة للقلق عربيا هي في مصر، مثيرة للقلق أيضا في أوساط العاملين في القطاع الصحي. 6 أطباء توفوا بسبب الفيروس خلال 48 ساعة. نقابة الأطباء المصرية أحصت 130 حالة وفاة في صفوف أعضائها. وفي إيران، وزارة الصحة تعلن عن خشيتها من تصاعد تفشي الوباء، وتشير إلى أن العاصمة طهران باتت مصدرا لنشره في البلاد. محاولات العالم الخروج من الأزمة بأقل الخسائر بشريا واقتصاديا وسياسيا تصطدم بالفيروس. وإذا كانت مساعي استعادة الحياة والتعايش مع الوباء خيارة، فإن العودة إلى الإغلاق والحجر تفرض نفسها ليس عربيا فقط، بل في كثير من بلدان العالم. نرصد تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية مع مراسلتنا ريما أبو حمدي، تحدثنا مباشرة من واشنطن. ريما، أهلا بك. حدثينا أكثر عن هذه الإصابات المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل الحديث لربما الآن عن إغلاق جديد قد يفرض في الولايات المتحدة الأمريكية، في بالنظر طبعا إلى هذه الإصابات التي سجلت أرقاما قياسية خلال الأيام الماضية.
بالفعل يعني أولا أعداد الإصابات قياسية في الولايات المتحدة، كل يوم هناك رقم قياسي جديد بأعداد الإصابات، ولكن أيضا أعداد الوفيات عادت إلى الارتفاع لليوم الخامس على التوالي، تتجاوز أو يتجاوز عدد الوفيات الآن 1000 وفاة كل يوم، بمعنى أن الفيروس يعود وبشدة إلى الولايات المتحدة، خاصة في الولايات الجنوبية والولايات الغربية. هناك الآن بعض التوصيات من قبل الخبراء الطبيين إلى تلك الولايات، خاصة كنتاكي على سبيل المثال، بإعادة الإغلاق خاصة تلك الأماكن المكتظة بسبب أعداد الإصابات والوفيات المرتفعة. هناك أيضا ولايات مثل فلوريدا حيث تجاوز عدد الإصابات فيها عدد الإصابات في نيويورك التي كانت البؤرة الأسوأ والأولى في الولايات المتحدة لتفشي فيروس كورونا. هناك أيضا ولايات أخرى خاصة تلك الجنوبية التي تعاني بشكل كبير بسبب تفشي الفيروس، ومنها ولايات أريزونا، تكساس وما إلى ذلك من الولايات التي قاومت في البداية إجراءات الوقاية التي تم التوصية بها من قبل الخبراء الطبيين. أيضا في العاصمة الأمريكية هناك فرض للبس الكمامة على المواطنين، المخالفة كما أعلنت رئيسة البلدية البارحة ستصل إلى $1,000 لأولئك المخالفين بسبب أيضا عودة الإصابات في العاصمة الأمريكية وأيضا في الولايتين المجاورتين ماريلاند وفيرجينيا. نعم. بشكل كبير. طيب ريما، هناك حديث لربما عن اقتراب التوصل إلى لقاح في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع إعلان شركة موديرنا اليوم في الولايات المتحدة عن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي تعمل عليه. هل لديك تفاصيل حول هذه الأخبار؟ بالفعل هذه واحدة من الشركات التي أعلنت أنها في طور التجارب السريرية، هذه المرحلة الثالثة لهذه الشركة. هناك مراحل أو هناك شركات أخرى في طور مراحل مختلفة، المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية لإنتاج لقاح. كما قال الرئيس الأمريكي يتوقع أن يكون هناك لقاح قبل نهاية هذا العام، ولكن هذه الأمال المرتفعة من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل شركات الأدوية على حد سواء تقابل بالكثير من التشكيك من قبل خبراء في القطاع الصحي الذين يقولون إن التجارب السريرية يجب أن تأخذ الكثير من الوقت للتأكد من فعالية هذه الأدوية، هذه اللقاحات على المواطنين. مع ذلك هناك العديد من المواطنين الذين تبرعوا بأن يكونوا أو بأن يتم إجراء تجارب طبية عليهم، وبالتالي يمكن يقول أولئك الذين يدعمون مثل هذه التجارب السريرية والسرعة التي جرت بها هذه التجارب إن العدد الكبير من المواطنين الذين تم إجراء التجارب السريرية عليهم وما زالت هذه التجارب تجرى حتى هذا الوقت يمكن أن يكون عنصر إضافي لضمان فعالية وأمن وسلامة هذه الأدوية، ولكن كما قلت ما زالت هناك مخاوف كبيرة من أن يكون أو من أن تتسرع الشركات بإنتاج لقاحات لا يتم التأكد من فعاليتها بالشكل الصحيح. ريما أبو حمدي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من واشنطن. والآن إلى فقرتنا اليومية كورونا وحياتنا. أهلا بكم إلى فقرة كورونا وحياتنا. تواجه غالبية دول العالم تداعيات الفيروس فيروس كورونا بحزم إنقاذ بتريليونات الدولارات، ما قلب صفحة طويلة من التقشف الذي تم اتخاذه نهجا منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتعتبر دراسات أن سياسات التقشف التي استهدفت خلال السنوات الماضية الإنفاق على قطاع الصحة خصوصا كانت إحدى أسباب اتساع انتشار فيروس كورونا حاليا. تجاهل حقوق هؤلاء العمال المهاجرين أوقع سنغافورة في ورطة. هذا البلد الذي كان في صدارة الدول التي تضم أقل نسب إصابات بفيروس كورونا انقلبت إحصاءاته فجأة رأسا على عقب. اليوم تسجل سنغافورة أكثر من 48 ألف إصابة، غالبيتهم من العمال الوافدين
الذين يسكنون في أماكن مكتظة تفتقر إلى الكثير من الخدمات الأساسية. سياسات التقشف التي اتبعتها سنغافورة في عدم زيادة الإنفاق على تحسين ظروف العمالة لديها ساهمت في انفجار أزمتها الاقتصادية بعدما فرض الفيروس تداعياته على الأسواق. يعتبر بعض المحللين أن كورونا قضى على أفكار كانت تعتبر أن التقشف هو الحل السحري للأزمات الاقتصادية، لبل تنافست الدول في إقرار حزم إنقاذ بتريليونات الدولارات لدعم الشركات كما العمال في مواجهة كورونا. في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية قضت أوروبا والولايات المتحدة ما يقرب من عقد من الزمن في تنفيذ تدابير التقشف في محاولتها إعادة بناء ميزانياتها بعد الأزمة المالية في العام 1929. كانت النتيجة انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة واتساع المد الشعبوي. تكرر الأمر بعد الأزمة المالية في العام 2008 حيث خلقت تدابير التقشف نموا منخفضا وارتفاعا في البطالة وشهدت الشعبوية اتساعا مرة أخرى. اليوم ترى تقارير أن الفرصة سانحة أمام الدول لبناء اقتصاد لا يتخذ التقشف نهجا يكون محوره الإنسان ومصالحه ويوفر شبكة أمان للجميع، اقتصاد أخضر ينظر فيه إلى الصحة العامة على أنها محرك للوظائف وعنصر حماية للاقتصاد والأمن. وينضم إلينا الدكتور إدريس الفينا الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، مرحبا بك. لماذا تستهدف سياسات التقشف دوما قطاعي الصحة والتعليم مع أن هذان القطاعان أساسيان بالنسبة لأي نمو اقتصادي؟ بالفعل هذه السياسات تستهدف هذه القطاعين لأنهم ميزانيات المخصصة لهم هي ميزانيات جد ضخمة. عندما نبحث عن ميزانية تعليم في أي بلد وميزانية صحة هي نجد أنها ميزانيات كبيرة جدا لأن فيها عدد كبير من الموظفين وعدد كبير من البنيات التحتية، إذن فهي كما قلت قطاعات تستحوذ على ميزانيات ضخمة، والدول تعتقد أنه يمكن أخذ جزء من هذه الميزانيات لتوظيفها في مجالات آنية كمواجهة الفقر، كمواجهة مشاكل البادية، كمواجهة البنية التحتية في المدن. مثلا طيب، في المغرب التعليم جزء كبير منه الآن أصبح يتحكم في القطاع الخاص، نفس الشيء بالنسبة للمنظومة الصحية جزء كبير منها يتحكم في القطاع الخاص. لهذا الدولة ترى أنه يمكن أخذ جزء من ميزانية هذين القطاعين الاجتماعيين الأساسيين. طيب، رغم كل هذه المعطيات وفي ظل الارتفاع الشديد للبطالة والفقر بسبب كورونا، كيف يمكن قراءة استمرار عدد من الدول في اتباع التقشف إلى يومنا هذا؟ يعني مداخل واردة كل الصادرات كل هذا بطبيعة الحال يدفع يعني الدولة أن تنهج سياسة تقشفية احترازية لاعتبار أن الرؤية غير واضحة، لأن إلى حدود اليوم الأوضاع العالمية غير واضحة في الولايات المتحدة الأمريكية، لا أحد يعرف متى ستخرج من هذه الجائحة، وتوقف الاقتصاد الأمريكي سيكون له آثار يعني كبيرة على اقتصاديات العالم وسيخلق هشاشة عالمية بشكل واسع جدا. إدريس الفينا الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. نهاية فقرتنا، إلى اللقاء. لجأت عائلات بيروتية إلى القرى الجبلية هربا من الغلاء المعيشي والأزمات الاقتصادية
التي تعصف بلبنان. فأبناء المدن يرون اليوم في الجبال متنفسا لهم ولعائلاتهم، حيث الأراضي التي يمكن زراعتها والطقس المعتدل في زمن انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المكيفات. استبدل السير في المدن الإسمنتية بتراب القرى. لجأ أحمد حديثا إلى بلدة جبلية هربا من مدينته ولهيب الأسعار فيها. سواعده تتلمس نضوج الخضر للمرة الأولى هنا، حيث عثر على البدائل في زمن الأزمات الاقتصادية المزمنة. هون بحال قطعت الكهرباء ما منشوب مثل بيروت، هون المصاريف أقل، أرخص من بيروت، كتير أمور هون أرخص من بيروت. بجمع عائلتي كلها ببيت واحد هون، منزرع شوي، عنا شقفة هالأرض يعني منزرع شوي. الريف بات ملجأ لأبناء مدن يشعر بعضهم بأنه هدف للتهجير منها. أنا ابن بيروت ومن طريق جديد بالتحديد. هجرنا بكل معنى الكلمة، هجرنا يعني في أشياء هون بالضيعة عم تتوفر لي أحسن من بيروت، كهرباء، ماي، واللي بيضغى على كل هيدا انه اجار ارخص من بيروت. انا ابن بيروت، مني متملك ببيروت ولا في اتملك ببيروت. هذه الجبال كانت في التاريخ القديم ملاذا للمضطهدين، وهي اليوم مأوى للهاربين من وطأة الازمات المعيشية. قبل عقود انتشرت ظاهرة نزوح اهل القرى باتجاه بيروت بحثا عن العمل، واليوم تقصد بعض عائلات المدينة الريفة حيث تتدنى تكاليف الحياة بعد اشتداد حلقات الأزمة الاقتصادية في البلاد. علي رباح العربي، علي، جبل لبنان. ونختتم برنامجنا بفيديو من منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. فيديو اليوم يتحدث عن أزمة السيولة المالية في الجزائر التي خلفها وباء كورونا. اليوم احنا حفاظا لصحه المواطنين ما خلوهمش يدخلوا في وقت واحد مكاتب بريد، مما يعني خارج مكاتب بريد نشوفوا طوابير. العرب اليوم انتهى.